زي ما عودنا حضراتكم اننا بنتابع معاكم كل المشاريع الجديدة في محافظة اسكندرية اول باول، وبنقول لكم وصلت لحد فين واخر تطوراتها. النهاردة هنتكلم مع بعض عن تطوير ميدان وحديقة مسجد سيدي بشر، اخر التطورات وكل التفاصيل. كمان لو حضراتكم حابين تتابعوا معانا كل ما هو جديد في محافظة اسكندرية وتعرفوا ايه اللي بيحصل قبل اي حد، ياريت دلوقتي تشرفوني بالاشتراك في قناتكم تركاية وحكاية، وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل الحلقات الجديدة، وياريت زي ما تعودنا لايك للحلقة، وتقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا اخوكم مراد محمود، ويلا نبدأ. بسبب التغيرات المناخية وعوامل التعرية أدت لتهالك القبة اللي كانت مشتهرة بها حديقة مسجد سيدي بشر، علشان كده تمت إزالتها والبدء في تطوير الميدان ككل. التطوير بيتم بالتنسيق بين محافظة اسكندرية والجهاز القومي للتنسيق الحضاري وكلية الفنون الجميلة جامعة اسكندرية. حديقة مسجد سيدي بشر من أقدم الحدائق الموجودة على كورنيش اسكندرية، فسحة مجانية لمعظم أهالي اسكندرية وزوارها اللي اعتادوا على السكن بالقرب من المنطقة دي في محافظة اسكندرية، وخصوصا في كل صيف. الحديقة التابعة لحي المنتزه أول على موعد مع التطوير. بميزانية 1,500,000 جنيه بيتم تطوير الحديقة لإعادتها متنفس لأهل اسكندرية، وكمان بتشتهر المنطقة دي بإشارة سيدي بشر واللي دايما بتطول زي ما باين قدام حضراتكم في الصورة، وبتسبب زحام شديد خصوصا اللي متجه لطريق البحر. والمنطقة دي أيضا على موعد مع مشروع ضخم جديد، وهو مشروع توسيع كورنيش اسكندرية بداية من المحروسة وحتى المنتزه. المشروع الضخم واللي هيساهم في حل كتير من الأزمة دي، وكمان باين قدام حضراتكم في الصورة انه تم رفع اعمدة على شكل نص دائري داخل الحديقة، ومن هنا بدأت تبان معالمها. لو الحلقة عجبت حضراتكم وحابين تتابعوا كل ما هو جديد في محافظة اسكندرية على الطبيعة، ياريت دلوقتي تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل علشان يجيلكم اشعار بكل الحلقات والمتابعات الجديدة، وياريت لايك للحلقة، وزي ما تعودنا تقولولي في التعليقات حضراتكم كنتوا اللايك رقم كام علشان نعرف بعض. انا اخوكم مراد محمود، وشكرا لكم.